السلام عليكم طلابنا الأبطال. موضوع اليوم مهم جدا للطلاب، الأخص طلاب الصف الثالث جدا اللي ناجحين من الثاني إلى الثالث متوسط. اليوم نتناول تقسيم الأسئلة الوزارية مع الدرجات الوزارية شلون تجينا بالأسئلة. عزيزي الطالب، الأسئلة الوزارية اللي تجيك 5 أسئلة، وكل سؤال يتكون من عدة أفراد. راح نتناول كل سؤال على جهة شلون نشرحه. انتبه، نجي من السؤال الأول. السؤال الأول اللي هو reading comprehension، reading يعني القراءة. عندك نوعين من القطع راح يجنك بالأسئلة، اللي هي A و B خاصات القطع الخارجية. كم نوع عندك؟ نوعين. أول نوع القطع الخارجية خاصة به A و B. A تجيك أسئلة عامة على القطعة، سؤال وجواب، وبي إما ترو أو فولس. أما النوع الثاني اللي هو يجيك فرع سي، اللي هي قطع الكتاب تكست بوك. هل أن قطع الكتاب عندك كل يونت أو كل وحدة بيها قطعة خاصة بالوزارة ينطيك إياها الأستاذ، وإن شاء الله أنا هم أذكرهن لكم على قناتي المتواضعة. نجي من السؤال الثاني اللي هو grammar and function. grammar القواعد، فاكشن الوظائف. المهم موضوعنا القواعد. القواعد كل يونت عندك كم موضوع به قواعد يشرح لك اياها الاستاذ، وانا هم اذكرهن لك باليوتيوب. نجي من يجيك ايضا على شكل فرعين. الفرع الاول اللي هو دو از ريكوايرد، يعني اعمل المطلوب، ينطيك جمله والمطلوب ينطيك اياها بين قوسين مثل كوركت صحح او نيجاتيف انفي كويشن استفهم choose اختار او define عرف. هو مواضيع مهمة. نجي للسؤال الثالث اللي هو الفوكابولاري and punctuation. هذا السؤال يتكون من عدة افرع. نجي الفرع الاول، فرع A. فرع A اللي هو خاص بالdefinitions التعاريف، يعني يعتمد على المعنى. هذا السؤال ما يجيب لك يا خارج الكتاب، عندك كل يوم بها متمرين عن التعاريف، فالوزارة يختار لك من كل تمرين نقطة فتضبط التمارين السيطرة على التعاريف. نجي للسؤال فرع B. فرع B خاص بالماتش، يعني وصل من كلمة إلى كلمة أخرى حسب المعنى. أيضا يجيب لك يا خارج الكتاب، عندك تمرينين أو ثلاثة مهمات جدا دائما يتكررن بالوزارة ويجيبون من عندهم، إذا ضبطتهم أيضا راح تسيطر على هذا الموضوع. الفرع سي يعتمد على معلوماتنا واللي خلال هاي السنة اللي تناولتها من معاني وكلمات، يعتمد اختيارات صحيح بس الاختيار يعتمد على المعنى. بعض الأحيان جدا يعني قليل جدا تعتمد على المعاني، يعني العفو على القواعد. نجي من الفرع دي اللي هو البنتشويشن ماركس، علامات التنقيط. هي هاي خبزة الطالب فيها، يقول لك هاي 5 درجات أنا مضمون. يطيب جملة بالوزارة، هاي الجملة تعيد سياقتها أو تعيد صياغتها وتعيد كتابتها بالحروف الكبيرة والفوارز والنقاط. نجي للسؤال الرابع اللي هو story time and spelling. story time يعني وقت القصة. منهجك كله بي 4 قصص. كم قصة بي؟ 4. فتحفظ عندنا نسيطر على القصص، لأن هذا الـ A story time يجيك عليه 10 درجات وخاص بالقصة. أما بيسبولنج الإملاء، الإملاء إضافة ING ED وهكذا، معاكسات جمع يعتمد على أو تحويل بلد إلى جنسية، قوميات إيراك إيراكي وهكذا. نجي للسؤال الأخير اللي هو written، يعني خاص بالكتابة اللي هو الإنشاء. إنشاءات عندك مهمة، ينطيك A أو B تختار واحد منهم. إن شاء الله افتهمتوا اليوم وتناولنا تقسيم الدرجة الوزارية. فتابعوني بالفيديو القادم لأن راح أشرح موضوع موضوع، وراح أشرح الأسئلة والقواعد كلها، وأشرح قطع الكتاب كلهم. فتابعوني.